ما هو المحلول العلاجي؟ العلاجي يفرق عن أشياء العناية أو الشامبوات أو الأمبولات الموضعية الحلوة اللي ممكن تفيد جزء من الناس اللي عندهم تساقط بسيط. لما نتكلم عن محلول علاجي فهو محلول يستخدم كعلاج ومثبت بالطب المدعم بالأدلة والبراهين إنه يفيد في مشكلة تساقط الشعر في إيقافه وكذلك بالإنبات. وسواء عند الرجال أو عند النساء فمحلول المينوكسيديل هو المحلول المثبت والمدعم بالأدلة والبراهين وعليه نتائج جدا حلوة وخطيرة. ومثل ما هو علاج ودواء فمثل ما له مميزات له أعراض جانبية ممكن نتجنبها، وإقرأ كل شيء بالتفصيل تحت. ولكن قبل كان المينوكسيديل عند النساء يفضل أنه يبتدي بتركيز 2% وعند الرجال 5%. الآن سواء النساء أو رجال فمحلول المينوكسيديل فعال بنسبة 5% عند كثير من الحالات الصلع الوراثي أو الحالات اللي يصير فيها تساقط شعر هرموني.